زياد علوكي قائد محور حارة البرانية. يعني احنا عم ندافع عن انفسنا بلحم الحي. يلا جيب اللحمة. بات اليوم شاف مطبخ حارة البرانية، إذ قرر الرجل ترك السلاح والتوجه إلى تحريك القدور وتوزيع وجبات الإفطار على أبناء منطقته المحرومة. طب وانت شو جايبك للطبخ؟ لا أنا كنت أطبخ قبل، كنت أطبخ كنا نحن نطبخ بالقبل، ونطبخ يطلع معنا علوكيات ومع الغويات كلها. هلا عم نطبخ علوكيات، عم تنزل بالبطون الخاوية الجوعونة، عم تفجر هلا على الفطور. حطينا الكليشنات على جنب وكل الامور المسلحه، وهلا بلشنا بالمعوله وبدا الطبخ ان شاء الله عز وجل. بقلبوا 30 يوم هذا الدفتر، فكل عائله كلهم نجي نحن المطعم بون نعطيهم بياخذوا وجبه. انا ضغط عم سين او كنا ب 300 عائله صرنا ب 600 والعدد كله عم يزيد. باب اللي عم بيساعدوك هلا هن ذاتهم اللي كانوا يقاتلوا معك؟ كلهم، قلنا لهم نحن هلا انتقلنا من العمل العسكري والعمل الامني للعمل الانساني اللي هو طعام الفقير. لا يخفى على احد ان دور العلوكي لم يقتصر يوما على اطلاق النار، اذ كان مفتاحا انتخابيا مهما. فمن الذي قرر ان يموله بالارز والبطاطا بدلا من الرصاص والقذائف على ابواب الانتخابات؟ من رئيس الميوتي. ما تجربتك معهم مع رجال السياسه ما خوفتك؟ كثير خوفتني، بس هلا احنا بدنا مرحله جديده، احنا مرحله السماح. هل انت مفتاح انتخابي مشان هيك طلب منك تعمل هيدا؟ لا لا ما له علاقه هيدي، وجه الله تعالى ما له علاقه. برمضان ما في سياسي. I don't care. ما عندي ما في خلاص. نحن اليوم ما في سياسي بالضبط. هلا في يوم فقير بده يطول. وقت الانتخابات الناس اللي بتمون عليها واللي بتحبك لمين حتقول تنتخب؟ للرئيس الميوتي. هيديك شيء وهيدي شيء. هذا في السياسة وزواريبها وحساباتها الانتخابية. ولكن للمبادرة داعم آخر. جيش ضحى شجع مسيان معنا بكذا كذا مواد. نحن المواد الأولية مشعبة كتير. فكل واحد بيساعد بمحل، عرفت كيف؟ فقية الجيش كانت بهذا المحل عم ساعد فيه، والرئيس الميوتي بمحل تاني. للسياسة حساباتها وللعسكري رؤيته، أما الأهم فيبقى أبناء طرابلس الذين يبتلعون القذائف العلوكية كوجبات دافئة تدمر جدران النسيان التي نصبتها الدولة حول مدينتهم، ولو على أساس أن مفتاح الصناديق الانتخابية بطون الناخبين. حسان الرفاعي، قناة الجديد.